تختلف معدلات الجريمة بشكل كبير من بلد إلى آخر، وتتأثر بعوامل عديدة. على سبيل المثال، تميل مستويات الفقر والبطالة المرتفعة إلى تضخيم معدل الجريمة في أي بلد. وعلى العكس من ذلك، فإن تطبيق الشرطة الصارم والأحكام الصارمة يميل إلى تقليل معدلات الجريمة. إذا قمنا عزيزين المشاهدين في هذا الفيديو بوضع قائمة لأكثر 10 دول عربية من حيث معدل الجريمة حسب إحصائيات وحسابات قامت بها الوكالة الحكومية الوطنية لكل دولة عن طريق قسمة إجمالي عدد الجرائم المبلغ عنها من أي نوع على إجمالي عدد السكان، ثم ضرب النتيجة في 100,000، لأن معدل الجريمة يتم الإبلاغ عنه عادة على أنه عدد إكس من الجرائم لكل 100,000 شخص. لكن قبل البداية اضغط على زر الإعجاب، فهذه القناة تقدم إحصائيات عن مختلف الدول العربية والعالمية من مصادر مختصة في المجال كمنظمة الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي وغيرهم. وأعطونا أنتم رأيكم في التعليقات حول الموضوع التي نطرحه، وبدون إطالة فنبدأ الفيديو. المركز العاشر تأتي فلسطين بمعدل 42.1 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز 88 عالميا. معدل الجريمة في فلسطين كما هو الحال في أي مجتمع آخر يتأثر بعدة عوامل متنوعة تشمل الاقتصاد والتعليم والبطالة والفقر والوضع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بسبب الصراع المستمر والقيود المفروضة عليه من قبل الاحتلال. تواجه فلسطين تحديات فريدة تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي. الجرائم الأكثر شيوعا تتراوح بين السرقات والاعتداءات والجرائم ضد الممتلكات، مع وجود تقارير عن جرائم أكثر خطورة ولكن بمعدلات أقل نسبيا. في المركز التاسع تأتي تونس بمعدل 44.4 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز 81 عالميا. في السنوات الأخيرة شهدت تونس تحديات اقتصادية واجتماعية قد أثرت على معدلات الجريمة. الجرائم الأكثر شيوعا تتضمن السرقة والاحتيال والجرائم ضد الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، هناك قضايا متعلقة بالمخدرات والعنف الأسري الذي تؤثر على المجتمع. السلطات التونسية تعمل بجهد لمكافحة هذه الجرائم من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتطبيق القانون، بالإضافة إلى برامج توعية والوقاية لحد من الجريمة. في المركز الثامن تأتي العراق بمعدل 44.7 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز 80 عالميا. معدل الجريمة في العراق يعكس التحديات الأمنية والاجتماعية التي يواجهها البلد في الوقت الحالي. بعد سنوات من النزاعات والاضطرابات، يواجه العراق تحديات كبيرة في مجال الأمن الداخلي بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالعنف والسرقة والاختطاف، بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والإرهاب. في المركز السابع تأتي السودان بمعدل 45.4 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز 77 عالميا. معدل الجريمة في السودان يعكس التحديات المعقدة التي يواجهها البلد بما في ذلك الاضطرابات السياسية والاقتصادية. في السنوات الأخيرة شهدت السودان فترة من الاضطرابات السياسية والنزاعات مما أثر على الأمن العام وزاد من معدلات الجريمة بما في ذلك السرقة والعنف والجرائم ضد الممتلكات. الوضع الاقتصادي المتدهور ونقص الخدمات الأساسية يسهمان أيضا في زيادة الجريمة. في المركز السادس تأتي المغرب بمعدل 46.5 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز 71 عالميا. معدل الجريمة في المغرب يعتبر متوسطا مقارنة بدول أخرى مع تفاوت في نوع وانتشار الجرائم بين المناطق المختلفة. الجرائم الأكثر شيوعا تشمل السرقة والنشل والاحتيال خصوصا في المناطق الحضرية والسياحية حيث يكون الزوار أكثر عرضة لهذه الأنواع من الجرائم. السلطات المغربية تبذل جهودا مستمرة لمكافحة الجريمة من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتطبيق القانون بشكل صارم. عزيزي المشاهد، لقد وصلنا إلى نصف قائمتنا. إذا رأيت الفيديو مفيدا لا تنسى ترك الإعجاب واعطنا رأيك في التعليقات حول الموضوع لنستفيد من بعضنا البعض، وبدون إطالة فنواصل قائمتنا. في المركز الخامس تأتي مصر بمعدل 47.3 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز 65 عالميا. معدل الجريمة في مصر يشهد تقلبات متفاوتة مع تأثيرات مختلفة بناء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الجرائم الأكثر شيوعا تتضمن السرقة والاحتيال والجرائم الإنترنت، بالإضافة إلى قضايا العنف المنزلي والتحرش. الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لمكافحة الجريمة من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتحسين الأنظمة المراقبة وتطبيق القانون بشكل صارم.
كما يتم العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب كجزء من الجهود الرامية للحد من الجريمة. المركز الرابع تأتي الجزائر بمعدل 52.2 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز 50 عالميا. معدل الجريمة في الجزائر يعكس التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي. الجرائم الشائعة تشمل السرقة والنشل والاحتيال والجرائم ضد الممتلكات، بالإضافة إلى القضايا المخدرات والعنف. السلطات الجزائرية تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة من خلال تحسين الإجراءات الأمنية وتطبيق القانون بشكل صارم وتنفيذ برامج التوعية للحد من الجريمة. كما يتم العمل على معالجة الأسباب الجذرية للجريمة من خلال تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص العمل خصوصا للشباب للمساهمة في خلق مجتمع أكثر أمانا واستقرارا. ثالثا تأتي ليبيا بمعدل 60.4 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز 30 عالميا. معدل الجريمة في ليبيا يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل الوضع الأمني والسياسي المعقد. منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011 تعاني ليبيا من فراغ السلطة والنزاعات بين الفصائل المسلحة المختلفة، مما أدى إلى زيادة الجريمة المنظمة والخطف والابتزاز وتهريب البشر والمخدرات. الوضع الأمني المتدهور يجعل من الصعب على السلطات فرض القانون والنظام بشكل فعال. الجهود الدولية والمحلية مستمرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة بناء البنية التحتية الأمنية، لكن التحديات لا تزال كبيرة في ظل التجزئة السياسية والعسكرية. الوضع يتطلب حلولا شاملة تشمل الحوار السياسي والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة للحد من معدلات الجريمة وتحقيق الأمن للمواطنين. في المركز الثاني تأتي اليمن بمعدل 68.6 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز التاسع عالميا. معدل الجريمة في اليمن يعكس الوضع الأمني والإنساني الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة للنزاع المستمر منذ عدة سنوات. الحرب الأهلية والاضطرابات السياسية أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية، مما سهل على جرائم المنظمة والعنف والخطف والتهريب أن تزدهر. الفقر والنزوح الداخلي ونقص الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم تساهم أيضا في تفاقم الوضع. السلطات المحلية تواجه تحديات كبيرة في محاولة لاستعادة الاستقرار وتوفير الأمن للمواطنين، والجهود المبذولة لإنهاء النزاع وتحقيق السلام هي خطوات أساسية نحو تحسين الوضع الأمني والحد من معدلات الجريمة في اليمن. في المركز الأول تأتي سوريا بمعدل 69.1 من كل 100,000 شخص، وتحتل المركز الثامن عالميا. معدل الجريمة في سوريا يتأثر بشكل كبير بالنزاع المستمر والأوضاع الأمنية المتقلبة التي تشهدها البلاد منذ عام 2011. الحرب الأهلية والصراعات بين الفصائل المختلفة قد أدت إلى تدهور البنية التحتية الأمنية والاقتصادية، مما ساهم لانتشار الجريمة المنظمة والخطف لأغراض الفدية والسرقة والتجارة المخدرات. كما أن الأزمة الاقتصادية والنزوح الداخلي والخارجي قد زاد من تعقيدات الوضع الأمني، مما جعل السكان أكثر عرضة للجرائم. الحكومة السورية والفصائل المسلحة المختلفة تحاول فرض النظام في المناطق الخاضعة لسلطتها، ولكن الجهود تظل محدودة بسبب الصراع ونقص الموارد. وإعادة الاستقرار والأمن في سوريا يتطلب حل النزاع السياسي والعمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الأمنية. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا أعجبك محتوى الفيديو وتريد فيديوهات مماثلة، اضغط على أحد الصور التي تظهر لك في الشاشة. وكالعادة نلتقي في فيديو آخر بحول الله.